اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيش، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم أزمة قلبية. أزمة قلبية؟ في حد هيصدق الكلام ده؟ أنتوا هربتوا منه ولا حاجة؟ أبداً يا ريس، ما حدش جه جنبه. صباح الخير.
واتسع نطاق الاشتباكات ليشمل عدة شوارع حول المشرحة. سواء الاشتباكات دي كان سببها عنف الشرطة أو بدأها المتظاهرين، فإحنا قدام حالة غضب شعبية عارمة. هذا وقد بلغت حصيلة الاشتباكات حتى الآن 48 مصابا بينهما مجندة شرطة وحالة وفاة. أي باكت، أنا صحتك من النوم؟ لا مش حاجة مهمة قوي، أنا عايزاك تحضر لي عمر على الساعة 8 وتجيبهولي. بهجت 8 بالدقيقة، أنا عندي اليوم مزحوم جدا. يلا مع السلامة. المظاهرات بقى فيها سلاح يا سيادة اللواء. ده سوء تصرف يا فندم، استغلوا بعض العيال اللقيطة علشان يولعوا الدنيا، بس بشرفي لألمهم ولم الليلة دي كلها. تلم ايه؟ الوضع ما بتلمش. التقارير واصلاني ان المسيرات تقريبا واصله لكل الميادين، هنستنى لغايه امتى؟ لغايه لما الاقيهم هنا عند القصر. ما هو عشان كده انا جيت اقابل معاليك، لازم اعرف راسي من رجلي يا فندم. المسيرات اللي زي كده نتصرف معاها ازاي؟ يا فندم؟ ما هو قرار زي ده ما اقدرش اخده لوحدي يا ريس. أنا سبق وقلت الحلول الأمنية هي آخر الحلول، وأنا لسه عند كلامي. سيبوا المسيرات تكمل، فعالة الغضب اللي زي دي اعتراض المسيرات ما بيحلش الموضوع، بالعكس. يا فندم يبقى كده بنفتح لهم الطريق للوزارة. دافع عن وزارتك يا سيادة اللواء. في تاني؟ أنا كنت سبق واتكلمت مع معاليك عن شكوكي قبل ما احلف اليمين، وللاسف شكوكي طلعت في محلها. صبحي بيه لامم شويه ضباط وحطيتهم تحت باطه وبيتحكم فيهم يا فندم. يعني عصيان اوامر في مكان، تغاضي عنها في مكان تاني، او تاخيرها، قياده تانيه بتحاول تتحكم في الوزاره. ما خدتوش معاهم الاجراء القانوني ليه؟ ما اعتقلتهمش ليه؟ ما هو يا ريس لما ساعدتك تقرا التقرير ده هتعرف ان فيهم قيادات كبيره، والتصرف بالشكل ده في الظروف اللي احنا بنمر فيها يا فندم هيزيد الطين بله. انا هحطهم تحت المراقبه كلهم، وهتابع الموقف بنفسي لحد ما الازمه دي تعدي. انا صبحي بيعمل ليه كده؟ هيستفيد ايه من اللي بيعمله ده؟ كمان انا شايف في الفيديوهات مدنيين بيضربوا نار. سعادتك يا ريس لما هتقرا التقرير ده هتعرف كل حاجة. مش معنى ان احنا عملنا العزاء اتضايق يبقى احنا نسيب طار الدكتور. احنا مش هنسيب طارنا، وزي ما الله يرحمه كان بيقول من غير عنف. احنا لعبنا السياسه زي ما قررتم، وصلنا لايه في الاخر؟ انا اترميت سنه في السجن، وفؤاد بيه خدمهم سنه واستغنى عنه في الاخر، والباقي هم عمالين يصفوا فيهم واحد ورا التاني. كل مره بنلعب فيها سياسه بنخسر يا سالم. عشان كل واحد فيكم بيلعب لوحده، عمركم ما لعبتوا مع بعض ابدا. كل واحد واخد جبهته وماشي بيها. ده الكلام اللي الدكتور قاله لي اخر مره زرته. احنا لازم نوحد الجبهه. الشباب اللي في الشارع دول لازم يفضلوا في الشارع، ما ينفعش حد يروح، يفضلوا صبح وليل. لحد امتى؟ لحد احنا كلنا ما نتجمع تاني. شويه سياسه يعني. تاني سياسه تاني يا فؤاد بيه؟ سياسه؟ الحكومه دي ما تعرفش السياسة، الحكومة دي ما تعرفش غير العنف. ويا فين الحكومة دي يا شيخ إبراهيم؟ ها؟ فين الحكومة؟ بعد اختيار رئيس الوزراء خلاص بح، ما بقاش في حكومة، بقى في حالة هرجلة في النظام وفي الشارع، وهي دي فرصتنا. هو ده الوقت اللي لازم نتحد فيه، أو على الأقل نتقي شره. اتكل على الله يا سامح، اتكل على الله. والله يرحمه الدكتور كان بيأتمنك على بيته وعلى مكتبه وعلى الحزب بتاعه. احنا كمان بنأتمنك انك تكمل مكانه.
يا سبحان الله، وليه مش انت يا شيخ فؤاد؟ وليه مش انا؟ اها، على الاقل احنا شعرنا شاب في السكه دي، مش لسه ولاد امبارح. تقصد ايه يا شيخ ابراهيم؟ قصدي انك لسه هتتعلم كتير قوي يا سامح. وبعدين بقى يا اخي سيبنا دلوقتي بقى نشوف شغلنا بطريقتنا احنا. ما عجبش خميسكم، ما عجبش، بس انتوا على قديمه والناس عايزه الجديد. اظن بقى دلوقتي كل حاجه بقت واضحه. انت ما ينفعش تكمل مع الست دي بابا، انت لازم تسيبها. مش دلوقتي، الوضع حساس اكتر من الاول. وضع يا بابا اللي حساس؟ دي كل يوم بتسيء ليك اكتر من قبله. صدقني بابا لو طلقتها كلنا هنرتاح. هيحصل يا ولاد، بس في الوقت المناسب. بابا انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع شخصي. موضوع ايه؟ انا كنت عايزه اتكلم معاك بخصوص عمر. انسي عمر خالص. منى، في حاجات ما اقدرش اقولها لك دلوقتي، بس مصيرك تعرفيها. ايوه يا بابا. سخي باباكي اكتر من كده، مفهوم؟ مفهوم؟ حاضر. انت كمان في موضوع لازم نبقى نتكلم فيه، بس مش وحده. خلونا نتكلم في الموضوع اللي انا بعتلكوا علشانه. انا عاوزكوا تشتغلوا معايا. اشتغل معاك فين؟ يعني هيكون فين؟ هشتغلوا معايا هنا في القصر. لا وتسيبي الإذاعة ليه؟ خليكي في شغلك زي ما انتي، في الوقت الفاضي تبقي سكرتيرتي الشخصية. مفيش حد أقدر أتمن على أسراري أكتر منك. موافقة؟ طبعاً موافقة. أنت كمان في أدوار محدش هيقدر يملي بيها غيرك. قلت ايه؟ اللي تشوفه يا بابا. الحكومة دي ما تعرفش غير العنف. هو يا فين الحكومة دي يا شيخ ابراهيم؟ بعد اختيار رئيس الوزراء خلاص. ادي لبس قضية تحريض مباشر. بركة في الدماغ اللي خطط وتكتب. أصلكوا كنت خايفين منه قوي. ولحد دلوقتي أنا لسه قلقان. حضرتك قصدك ما تعملتيش مع إبراهيم عثمان ده. ده راجل محدش بيتنيله كلمة، راجل صعب جدا. أنا عارف يا شيخ فؤاد إن هو كان مطلع عينكو، موريكو العين الحمراء. ما بلاش الشيخ فؤاد دي. أنا لما بسمعها من حضرتك بحس إنك بتتريقي. راجل إرهابي زي ده ما كانش ينفع يتصدر باسمكم. ما كانتش هتقوم لكم قومة تانية يا شيخ فؤاد. برضو الشيخ فؤاد، أنا رأيي إن إحنا لازم تبقى عندنا خطة بديلة عشان لو الموضوع ده فشل. يعني إحنا عندنا خطة تانية. عندنا هاجر بتاع صفة اللبن. إيه ده؟ الموضوع ده أنا ما أعرفش عنه حاجة. ما حدش يعرف عنه حاجة، بس هو يعرفه كويس أوي وهيعمل له مليون حساب. الله يهنم الحن
مش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. كان زمانكم مرميين في المعتقلات دلوقتي. اسمحي لي، عايز اسالك سؤال، اشمعنى سامح يعني؟ عشان كلكم بتوع مصلحتكم، كلكم بتلعبوا على الكارت الكسبان، لكن سامح لا، سامح بيكره هاشم فعلا من قلبه، وانا بصراحه بقى عايزه استفيد من الغل اللي جواه ده. ربنا معك، اسمحي لي. اتفضل. ست ضحايا من الصبح لغاية دلوقتي. كنت عاوز أكمل من غير ما يكون في دم في رقبتي. كنت عاوز سجلي يبقى نظيف. يا فندم، كل مرحلة وليها ضحاياها وخسائرها. أهم حاجة إننا نكون بنتقدم لقدام يا فندم. أنت شايف كده إن إحنا بنتقدم؟ أنا منكرش يا ريس إن الوضع صعب، خصوصا إن في بني آدمين بيحطوا بنزين على الرماد اللي إحنا افتكرنا اتطفى. بيحاولوا يطلعوا العفريت من الأمم تاني يا فندم، لكن بشرفي مش عداهم. فوزي، أنا زي ما قلت، في حد مدبر كل ده. قولي، أنتوا اتأكدتوا إن هو مات بسبب أزمة قلبية فعلا؟ في شبهة جنائية في متفريد. تقرير المعمل الجنائي بيؤكد وجود نسبة سم في جثة فريد يا فندم. لا في حد بيورطنا فعلا؟ ده أكيد، خصوصا بعد كمية السلاح اللي ظهرت مع المتظاهرين، بالإضافة لأننا قبضنا على 2 من المسجلين خطر أثناء الاشتباكات. وطبعا معروف دول تبع مين. اسمع يا فوزي، هطلب منك طلب ومش عاوز اي اسئله. عاوزك ترهب لي مريم، كل خطوه بتخطيها، كل همسه بتحمسها، بتقابل مين، على اتصال مع مين. عاوز اعرف ايه اللي بتفكر فيه قبل حتى هي ما تعرف هي بتفكر في ايه. تمام يا فوزي. ما تخيلتش انك تطلبي تقابليني في الوقت ده، خصوصاً بعد قرارات هاشم. ولا الاجتماع ده نوع من أنواع الاعتذار؟ أنا ما تعودتش أعتذر يا جلال، لأني عمري ما غلطت. القرارات اللي خدها يا هاشم أنا ما كنتش موافقة عليها. أمال الباقيين فين؟ أنا الكبير يا مريم، كالعادة بتكلم باسمهم. هما خايفين من اللي حصل، متوقعين الخطوة الجاية تكون عليهم، وده طبيعي. أمال أنت ما خفتش ليه؟ عشان واثق إن مصلحتي معاك أنت وبس. أنا مش هسيبكم تورطوني زي ما ورطوني المرة اللي فاتت. سبتوني لوحدي في وسط المعمعة. أنا عمري ما سبتك ولا حسيت، بس أنت عارف المفروض إحنا في ظهر هاشم، يعني ما كانش ينفع نظهر في الصورة خالص. المرة دي اللعبة بتاعتكم، يا كسبتوها يا خسرنا كل حاجة. كل اللي أنا طالبه منك إنك ما تتخلاش عني. بابا، أنا عمري ما تخليت عنك. أنا ممكن أكون غلطت شوية الفترة اللي فاتت دي، وفضلت كده واخد في وشي ومش فارق معايا حد ولا حاجة، بس اللي حصل لي وحصل لنا كلنا الفترة اللي فاتت دي غير رأيي في حاجات كتير أوي. وبعدين مين قال لك إن أنا ما بحاولش أساعدك من غير ما أقول لك مثلا؟ في سؤال عاوز أسأله لك. اتفضل. تفتكر أنا ممكن أقتل واحد زي فريد حسن؟ أهم 5 رجال أعمال
نص اقتصاد البلد في ايديكم، واكتر ناس اتضرت من قرارات هشام. عشان تلحقوا خسارتكم بدري بدري زي ما بيقولوا، يبقى لازم تصفي اعمالكم هنا في مصر وتنقلوها لاي بلد تاني. انت عاوزانا نعمل كده فعلا ولا عاوزانا نهدد الحكومه بشكل جماعي؟ بيعجبني ذكائك يا جلال. عايزاك تهدد الحكومه لمده اسبوع، يا اما هتنفذه. في الاسبوع ده بقى هيتغير حاجات كتير قوي. وبكده الحكومه هتخاف اكتر وهتضغط على هاشم عشان يتراجع عن كلامه. ايه يا باكت؟ ناسي ان عندنا ميعاد ولا ايه؟ شكلك كده ناسي كل حاجه وقاعد من الدار مغنى، جرالك ايه؟ ريتني قادر انسى. انت عرفت مكاني ازاي يا عمر؟ انت كده واقف حالهم والناس اشتكت. اللي حصل مع جيهان مأثر فينا كلنا. كلنا زعلانين علشانها. بس مفيش أي حاجة في إيدينا. على فكرة أنا مش زعلان على جيهان. عارف؟ ممكن جيهان تكون حطت إيدها في عشة دبابير. تستاهل اللي يقولوا لها. مش ده إحساسي. خايف يا عمر. احنا كلنا حطينا ايدينا في عش دبابير. اللي حاصل اليومين دول مش يخلينا نخاف، يخلينا مرعوبين. كلنا نبقى مرعوبين. واحنا نخاف من ايه؟ احنا ما بنعملش اي حاجه غلط. ما بنعملش حاجة غلط. انت غلبان يا عمر. لا لا، امال انت تسمي وقوفك قدام هاشم الرئيس، رئيس الجمهورية، تسميه ايه؟ أقول لك نصيحة يا عمر، متعتمدش على مريم. عارف ليه؟ مريم اللي متغطي بيها عريان، عريان خالص. اسمع كلام، انا مصدقك يا بابا، ومقتنع ان اللي قتل فريد حسان عايز يورطك ويحطك في مواجهه مع الاسلاميين، وان المظاهرات والدم اللي في الشارع دي مؤامره، وانت الوحيد المقصود بيها. تفتكر مين اللي ورا المؤامرة دي؟ مفيش غيرها، الست هانم. اللي انا مش عارف لحد دلوقتي انت ساكت عليها ليه؟ انا اسف يعني، بس كل الامور واضحة. انا مش عارف ازاي هي غايبة عنك يعني. هي مش غايبة عني، بس كله بأوانه. خلينا في موضوعنا. اخرج من الورطة دي ازاي؟ يعني لو انت مكاني كنت هتعمل ايه؟ لو انا مكانك كنت اروح لهم العزاء واواجههم كلهم. اواجههم بالظبط، دي الطريقه الوحيده. تصرف ما يخطرش على بال حد، صدمه ترج بيها الدنيا كلها. بس ازاي يعني؟ عاوز انا اتحرك من مكتبي واروح لغايه عندهم، اهز هد الرئيس كأني شايل كفني على ايدي وبقول لهم اعملوا فيا اللي انت عاوزينه؟ مش عيب يا بابا، حتى لو غلطان مش عيب.
هيبت الرئيس مش قصر وجيش بيحميه. هيبت الرئيس احترام يا بابا مش خوف. اقتناع ان الراجل ده بيحبنا وهيحمينا ممكن يضحي بحياته عشاننا. وبعدين يا بابا الرئيس ده بشر يعني مش اله. انسان زيه زي اي حد. واللي بيحصل في الشارع النهارده ده المقصود بيه البلد يا بابا. اللي انت اقسمت يمين انك تحافظ عليها. معلش انا اتصرفت من نفسي ووديت بهجة البيت. اصله كده متقل في الشرط. ناوي يأذي نفسه. مش مشكلة. انا كنت عايزة اتكلم انا وانت لوحدينا. اتفضلي. بصراحة يا عمر اللي عمله معاك هاشم انا مش عارفة ابلعه بسهولة. حاسة ان هو غلط في حقك. وقبل ما تبقى اهانة ليك فهي اهانة لي انا شخصيا. معاك حق. بس أنا بالنسبة لي خلاص عديت الموضوع. بس أنا بقى مش عارفة أعدي. عايزة أخد لك حقك. بتبص لي كده ليه؟ لا مفيش. مفيش أي حاجة. كملي. اسمع يا عمر. أنت كنت المتحدث الرسمي للرئاسة. ومستشار الرئيس. يعني في 100 قناة عايزة تتكلم معاك سواء كانت مصرية أو أجنبية. أنا شايفة بقى إنك تقدر تختار واحدة أو اتنين مهمين وتطلع تهاجم هاشم فيهم. وما تخافش أنا في ظهرك. أيوة هو أنا مش خايف. أنا عارف إنك في ظهري كويس أوي. بس أنا عندي سؤال. هو ده رأيك ولا اتفاق زي اللي عملتيه مع جيهان؟ جيهان خانتني. أنت كمان ناوي تخوني ولا إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ مستحيل طبعا. أنا طلبت من هاشم الطلاق. وهو وضح لي في كلامه كده إن هو موافق بس بعد الانتخابات اللي جاية. بيني وبينك أنا مش قادرة أستنى. هاشم لازم يستقيل أو يجبر إنه يستقيل وفي أسرع وقت ممكن. أنا كل طلبه منك إنك أنت تساعدني. عمر أنا مش عايزة حاجة تقف ما بيني وما بينك. أنا غلطت في حقك زمان وعايزة أصلح الغلط ده. بجد؟ أنا هرجع وأقول لك اللي قلته لك زمان. أنت في إيدك تسيبي كل ده وتمشي. ما ينفعش. ما ينفعش يا عمر. ما ينفعش أنزل من العربية وهي ماشية. لازم أوقفها الأول وأفتح الباب وأنزل وأقف على أرض صلبة. ساعتها بقى ممكن أعمل أي حاجة أنا عايزاها. مش أنت بتثق في كلامي وفي ذكائي؟ طبعًا. اتفقنا؟ طبعا. روح بقى شوف باكت. على اذنك. صحيح.
سلام عليكم. يا منى خير؟ ايه اللي في وشك ده؟ شفتي ماجد اللي حصل لي؟ حصل لك ايه؟ حصلت لي حادثه غريبه جدا. دخلت في شارع كده كان فيه مظاهرات وناس كتير اتلمت حوالين العربيه وقعدوا يحدفوني بالطوب والازاز اتكسر ودخل في وشي. اعصابي باظت والناس كان شكلها غريب جدا. كل ده ما يعرفوش ان انا منى الرئيس. امال لو كانوا عرفوا كانوا عملوا فيا ايه؟ كانوا كلوني. طب وطاقم الحراسه كان فين يا منى؟ لا ما احنا طلبنا من زمان قوي ان ما يبقاش في حراسه. ما ينفعش يا منى، لازم تعيد النظر تاني في موضوع الحراسه. يظهر ان انا لازم اعيد النظر في حاجات كتير قوي مش في الموضوع ده بس. وانت دلوقتي احسن؟ الحمد لله. تقدري تطلعي الهوا؟ انا ايه النهارده يا عزي صديق قديم؟ ما اللي حصل بيني وبينه انا لسه شايل جوه قلبي ذكريات كتيره معاه، عشان كده قبضت عليه وقتلته. في دولة ودولة فيها مؤسسات هي اللي بتعمل الكلام ده، كمان هي اللي هتحدد إذا كان لي علاقة باللي حصل لي ولا لا. أنا جاي ومعايا رامي بصفة شخصية عشان في حاجتين عاوز أقولهم. أولا أنا ما بخافش عشان ما فيش حاجة تخليني أخاف منها. ثانيا أنا عاوز أأكد إن أنا ماليش أي علاقة باللي حصل لفريد حسن الله يرحمه. وأنت فاكر الناس هتصدق الكلام اللي بتقوله ده يا ريس؟ هيصدقوا، إنهم كتير صدقوني قبل كده. عشان الرئيس يا سامح عمره ما كذب على حد ولا خان حد. افهم من كده ان حضرتك عايزني فعلا اطلع في البرنامج واهاجم هاشم الرئيس؟ ده رد فعل طبيعي جدا بعد ما فصلك. رد فعل طبيعي؟ والله انا ما بقتش فاهم اي حاجه، مبقتش فاهم اي حاجه خالص. طب حضرتك مع مين بالظبط؟ مع هاشم ولا مع مريم؟ الاثنين. تقدر تقول لي مين البديل لهاشم؟ فريد حسان مات اه، بس هيطلع غيره، دول بيتحركوا بالاوامر ما يهمهمش الاسماء، وانا لا يمكن اسمح ان البلد تقع في ايديهم. بس انت كده حضرتك بتحرق هاشم الرئيس. دي قرصة ودني بس. هاشم في الفترة الأخيرة ابتدى يفقد أعصابه ويتصرف تصرفات مش مظبوطة، عشان كده لازم يفهم إن البلد ما بتدارش بالطريقة دي. أنا مش ضد هاشم أه، بس برضه لا يمكن أسمح إن النظام يقع. عشان كده وجود مريم ضروري جدا في الفترة دي، لأنها بتعدل كفة الميزان. فهمت؟ آه فهمت. أنا آسفة لو أنا مرتبكة وصوتي مهزوز النهاردة، بس وأنا جاية حصلت لي حادثة غريبة قوي برجلتني. السيد عمر فضل هيحكي لنا عن تفاصيل اللي بتحصل جوه القصر وعن كواليس إقالته. هي استقالة مش إقالة. بس المعلومات اللي جاية لنا من جوه القصر إن حضرتك تم إقالتك. ما هو كل واحد حر في اللي بيقوله. أنا بنفسي بقولك إنها كانت استقالة ولو بشكل غير رسمي مع إقالة حكومة الدكتور فؤاد برهان. نقدر نعرف السبب؟ مين المستفيد من كل اللي بيحصل ده؟ مين المستفيد من توريط هاشم الرئيس والبلد كلها بسبب موت قضاء وقدر؟ لو بفعل فاعل يبقى تدور على المستفيد، عشان أكيد هو اللي هيطلع. مين جوه القصر بالقوة دي يقدر يحرك البلد كلها بالمنظر ده؟ ليه ماسكين في هاشم الرئيس وسايبين السبب الرئيسي لكل اللي بيحصل ده؟ الكلام اللي بتقوله ليه سايبين مريم الرئيس؟ افصل افصل حط افصل بسرعة. هاشم راح العزا؟ طيب اوكي مع السلامة. حضرتك أشرت إن محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء حكم إعدام ومش اغتيال.
الأستاذ كمال تم اعتقاله جوه القصر وتم التحقيق معاه يوم كامل، وفي اليوم التاني حصل التفجير. الموقف ده طبعا خلاني أشك، وما كانش ينفع أكمل في المكان ده حتى ولو عندي نسبة شك صغيرة في ألعاب مريبة بتحصل جوه القصر. عشان كده أنا قدمت استقالتي. مفهوم. وإحنا بدورنا بنوجه كلامنا للسيد النائب العام وبنطالبه بفتح تحقيق في الشكوك اللي أثرها السيد عمر، لأن كل اللي إحنا عايزينه هو الحق والعدل. نشكرك يا فندم. نشكركم مشاهدينا وتصبحوا على خير. خلي بالك من نفسك يا عمر. الكلام اللي قلته النهارده ده خطير، مش هيعدي بالسهل. المهم بالنسبة لي دلوقتي إن الحلقة بتاعتك اتفرقع. إحنا الاتنين جالنا أوامر بالحلقة دي. مش معنى إن إحنا متأمنين إن إحنا بعيد عن الخطر. ربنا يستر بقى. شفت البرنامج اللي كان طالع فيه الأستاذ عمر؟ إيه ده؟ هو كان فيه برنامج؟ أصل التلفزيون طول النهار ما كانش جايب غير المظاهرات. كل حاجة بتاخد وقتها، دلوقتي يتحولوا للعزة بتاع فريد حسان. أخبار الشيخ فؤاد إيه؟ ده أنت بتراقبني بقى. أنا بتابع اللي بيحصل حواليا. أصل الشيخ فؤاد بيحب يلت ويعجن كتير في الكلام، زي الستات بالظبط. بتلت وبتعجنوا فيه. هو تحقيق ولا إيه يا هاشم؟ ما أنا قلت لك بحب أتابع اللي بيحصل حواليا. وانت اهم واحده في الاحوال هي. ما كانش كلامك يعني من يومين فاتوا كنا بنحاول نشوف حل اللي بيحصل بره ده، وقبل ما تسال لقينا مليون حل. بس انت شاور، انت عارف كويس قوي ان الحل في ايديا. اللي مد جوز امي وانا اعرف اهدي الحكايه. بس انت قولي، لو انت فاكره شويه العيال اللي بتنططوا في الشارع دول وسيجن وسطيهم شويه البلطجيه هيتحكموا في البلد؟ دي بنتي، ما انتش عارفه مين هو هاشم الرئيس. في ناس كتير قوي بتموت في الشارع يا هاشم. رغم ان انا رافض ده، بس في النهايه هيتحولوا لرقم. اتكلم عليهم بقى برنامج مقال والدنيا بتمشي. الخوف مش من دول، الخوف من اللي جاي، من اللي هيستغلوا الفرصة دي ويقلبوا عليك الترابيزة. أنا عارف كويس أوي أنت عاوزة إيه. أنت عاوزة الكرسي ده، بس أنا كمان عاوزه. أنا قلت لك ليكي دور واحد تلعبيه، وبإشارة مني هخلصه وقت ما انا عاوز. انما الكرسي ده لا، قسما بالله لا، لاكون بدغدغه ومش هسيبك تقعدي عليه ابدا. يلا شكله بموت يا جماعه. فيها محمد، فيها محمد، فيها. روح للمستشفى بسرعه.
حبة ظروف اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجع ياخد مكانه فرحها ويروح، ومن النهاردة ملقتش بينهم أي باب مفتوح، كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحها ويروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين متقدمين وتعلمين أتاني شر الحياة في ماضي لازم يتنسي ويتداس.